بمدينة مراكش عاصمة الموحدين ومرقد الرجال السبعة الصالحين وموطن العلماء الربانيين والقراء المجودين ووجهة الزوار الداخليين والخارجيين، بهذه المدينة العريقة ولد وترعرع واحد من أشهر قراء المملكة. إنه القارئ هشام الراجع الإدريسي، الذي استطاع بأدائه القرآني المتقن القواعد والمقامات وصوته الشجي المبحر بسامعه في معاني الآيات البينات أن يضع لنفسه مكانا لامعا بين مشاهير القراء والمجودين ممن توجت مسيرتهم القرآنية بجوائز مادية وشهادات تقديرية تكريمية داخل الوطن وخارجه. اسمي عبد ربه مولاي هشام الراجعي الإدريسي، أنتمي إلى أسرة الأدارسة وبالضبط خدت الحمزاوي العواشرة والمشهور بهشام الراجعي. ولدت في مدينة مراكش وبالضبط في حي درب سيدي أبو عمر رياض العروس، هذا الحي الذي يرقد فيه جثمان الولي الصالح الشيخ سيدي أبي عمرو القسطلي. هذا الحي كان يضج بالعلماء الكبار من أمثال الشيخ العلامة الحاج عمر الجراري، الذي درس في الأزهر في مصر ثم رجع إلى بلده وعين قاضيا. نشأة الأولى الكتاب أوفادتني أمي جزاها الله خيرا إلى كتاب الشيخ الحاج مجمع بحي المواسين، هناك حفظت، ولما توفي الشيخ حفظت أيضا على يد ولده جزاه الله خيرا، ثم انتقلت إلى كتاب الشيخ الحاج حمد بسيدي عبد العزيز، حي سيدي عبد العزيز. سيدي هشام الإدريسي الرجعي كلما قلنا في حقه فلا يمكن أن نوفي حقه، لأنه كما علمناه ترعرع في حفظ القرآن وتلقينه ودراسته قواعدا وحفظا وتجويدا. لا يمكن أن نغفل أن سيدي هشام الإدريسي الرجعي من مراكشيون المتميزين في تلاوة القرآن وإتقانه وتلقينه لكل من يدق بابه. في سن مبكرة وبقصد التمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا، وجه القارئ هشام الراجعي لمجموعة من الكتاتيب القرآنية بمراكش، خاصة الكتاب الواقع بحي القصبة الذي تخرج منه عدد كبير من الحفاظ والقراء منذ تأسيسه في القرن الحادي عشر الهجري إلى اليوم. بهذا الكتاب القرآني العريق نال ضيفنا الفتح الرباني وتحقق له ولوالديه شرف حفظ الكتاب العظيم، كما تلقى علوما أخرى خاصة علم القراءات بالمدرسة العتيقة سيدي الزوين التي لا يزال مرتبطا بها إلى اليوم أستاذا ومدرسا. أنا الآن في هذا المكان وهو كتاب شيخنا أستاذنا سيد الحاج مبارك رحمة الله عليه، وهو كتاب عامر وتخرج منه العشرات من الطلبة الذين الآن لهم شأن عظيم في مختلف الوظائف. هذا المكان قرأت فيه مدة من الزمان وكنت أتردد دائما على سيدي عبد الله، وطلب مني أن أدرس ويعرف بضاعة قليلة، بضاعة مزجاة، ولكن طلب مني أن أساعده في التدريس في هذا المكان، وكنت بعض الأحيان أرجع إلى هذا المكان العظيم وأدرس بعض الطلبة أساعده فقط. سيدي هشام الراجعي
مترجمنا ومعرفنا هو من خريج هذه المدرسة المباركة، ولها الشرف أن تخرج مثل هذا الرجل العلم، فهو علم بالطبع من أعلام مدينة مراكش، تحصلت له مميزات كثيرة جدا، علمية وأخلاقية وأدبية وحتى إنتاجية، لأنه له مؤلفات عديدة في مجالات علم التجويد وعلم القرآن عموما، وفي مجالات أدائية وصوتية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله عليهم يخرون. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. صدق الله العظيم. مر من هذا المسجد رجالات وأئمة، من هؤلاء الفقيه مولاي مبارك، هذا الفقيه الذي أوتي من الورع والفكاهة والعلم والأداء الجيد. وأنا صغير السن كان يأتي بالخال رحمه الله، كنت أرافقه إلى هذا المسجد وأصلي معه وأنا صغير السن خلف سيدي مبارك أو مولاي مبارك رحمه الله، وكان بارعا في النغمات المغربية. والجميل أنه حين كان يصل إلى الآيات التي تصف جهنم ووعيدها وأهوالها كان يتلو الآيات بنغمة تبعث فيك الرهبة والخوف من جهنم، وتتأثر لسماع هذه الآيات، تتنزل زجرا لفعالك. وكذلك إذا بلغ آيات للبشرى وللنعيم وللجنة ولنعيمها يتلوها بنغمة تبعث فيك الارتياح والحبور.
بعد تمكنه من ضبط أحكام التلاوة وقواعد التجويد، تحققت رغبة ضيفنا في الإمامة بالناس، خاصة في صلاة التراويح التي أداها بمساجد مراكش والرباط وفرنسا، مما جعل حضوره متوالياً في إحياء الأمسيات القرآنية وافتتاح المؤتمرات والندوات العلمية. كل ذلك أهله ليكون مؤطراً لدروس التجويد وتحسين الأداء بالمجلس العلمي المحلي بمراكش، وأستاذاً لمادة القراءات بمركز ابن القطان التابع للمجلس العلمي المحلي نفسه، ومحكماً في مسابقات قرآنية وطنية ودولية، مما أبقاه دائما الارتباط بالأنشطة القرآنية، خاصة تلك التي يحتضنها المركب الإداري والثقافي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش. أسعدني الحظ وشاءت إرادة الله عز وجل أن أتعرف للأستاذ الفاضل المقرئ البارع سيدي هشام الشريف سيد مولاي هشام الإدريسي منذ ما يقرب 20 سنة تقريبا، وهو رجل جمع بين محاسن وفضائل كثيرة، من بينها براعته وكفاءته واقتداره على تجويد كتاب الله عز وجل، وبهذه السمة والصفة اشتهر، رغم أن الرجل يملك من المواهب يعني ومن الكفاءات الشيء الكثير. فقد تعرفت إليه أولا أستاذا لمادة البلاغة بمدرسة العتيقة بسيد الزوين، وأيضا باحثا مجدا تمكن من نيل شهادة الدكتوراه في القراءات، والسمة والصفة البارزة في شخصية سيدي هشام هو يعني كونه مجودا لكتاب الله عز وجل، نال العديد من الجوائز على المستوى المحلي والوطني وعلى المستوى حتى العربي والإسلامي، وهو رجل لم يكتفي فقط بهذه البراعة التطبيقية العملية في التجويد، ولكن أيضا ملم بهذا العلم في أصوله وفي يعني أصوله الكبرى ومصادره وفي امتداداته وتطوراته وتحولاته عبر الأزمنة. كما للقارئ هشام الراجع الإدريسي علاقة خاصة بالخزانة العلمية التابعة لهذا المركب الإداري والثقافي، والتي تحوي أمهات ومصادر ومراجع قلما تجدها في غيرها، خاصة وأن ضيفنا له عناية موصولة بالبحث العلمي عموما والدرس الأكاديمي بشكل خاص، توجت بحصوله على شهادة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بمراكش جامعة القرويين في الدراسات القرآنية. هذا الجناح المتخصص ينفع الطالب المتخصص، لذلك يأتي قاصدا إلى هذا المكان ليستفيد، وأنا واحد من هؤلاء الذين يستفيدون، خصوصا وأن بحوثي الأكاديمية تمت للقرآن الكريم بصلات وليس بصلة واحدة. مثلا بحث الإجازة هو تحقيق لمخطوطة نادرة من نوادر التراث في القراءة القرآنية، وبالضبط في ما يسمى عند المغاربة بالعشر الصغير أو الطرق العشر النافعية. وكذلك بحث الماستر له صلة وطيدة بالقرآن الكريم، وعنوانه أثر الأداء الترتيلي في بلاغة الفاصلة القرآنية. كذلك أطروحات الدكتوراه كان عنوانها الصورة الفنية في القصة القرآنية، دراسة بلاغية جمالية في التحرير والتنوير. بالإضافة إلى كل الالتزامات القرآنية، للقارئ هشام الراجعي له أيضا هوايات مختلفة، كإصلاح الساعات الحائطية الأثرية وتسفير الكتب القديمة وصيانتها وجمع التحف العريقة والعناية بأشكالها، مع وقت خاص لرياضة الجري والأيكيدو وكرة القدم. فيما يخص الهواية والهوايات، فلي هوايات متعددة أذكر منها تسفير الكتب، أذكر منها جمع التحف، أذكر منها صيانة الساعات القديمة، وأخص بالذكر في هذا المجال وأتكلم هنا خاصة عن الساعات القديمة. استهوتني هذه الهواية
منذ كنت ألاحظ ساعة أثرية في بيت الوالدة في غرفتها الخاصة، وهي ساعة قديمة تسمى، لم أكن أعرف اسمها في تلك الفترة، ولكن بعدما تعلمت هذه العرفة توصلت إلى أن اسمها ستاركو، هي من صناعة فرنسية. وذهبت عند معلم أستشيره وهو من أبناء الحي أيضا، المعلم الفاضل سيدي محمد السقي، وتعلمت على يده أغلب المسائل الضرورية في صيانة الساعات. واستهوتني من جانبين، الجانب الأول الطريقة الميكانيكية التي تشتغل بها هذه الساعات، الأمر الثاني هو الدقة التي وضعت بها كل المسائل التقنية الموجودة في الساعة، من اسمها بالنوار والطبال والرقاس والتقالات وما إلى ذلك. الذين كفروا سواء. إذا كان قارئنا هشام الراجعي قد وهبه الله صوتا من أصوات الرحمة التي تخشع لترتيلها القلوب وتقشعر لترانيمها الأبدان، فإنه لا يزال يسأل ربه كي يحقق له أغراضا وطموحات أخرى مرتبطة بالقرآن الكريم، أبرزها إنشاء مجمع أكاديمي خاص بالباحثين في الدراسات القرآنية. طموحي هو أن يرضى عني ربي، وأن أكون من الذين يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن من منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ثم أن يرضى الجمهور الكريم والمستمعون على تلاواتي وتسجيلاتي القرآنية، وأخص بالذكر المتخصصون والمتذوقون للقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم.